في فيديو مر علي على تيك توك جايب أكثر من 21 مليون مشاهدة، فأنا لما شفت هذا الفيديو وفي كتير ناس كانوا عاملين لي منشن عليه لأنه بيخص شيء اللي أنا بتكلم عليه باليوتيوب اللي هو عن أنه كيف الكرتونات هي شكل الخارجي أنه موجهة للأطفال، بس لما تبحث عنها وتصير تدقق بشغلات أكتر فيها وتركز فيها كونك كبالغ راح تكتشف شغلات جدا غريبة وأبدا مو موجهة للصغار. فكان في كتير من الناس يعملوا لي منشن على هذا الفيديو لازم أسامة تشوفه وتسمع عن شو عم تحكي هاي المرأة. بهذا الفيديو راح أفرجيكم شغلات بتثبت كلامي اللي كنت دائما احكي لكم اياه على انه معظم الكرتونات اللي بتطلع بيكون فيها شغلات خبيثه جدا وشغلات مخبيه، يعني ما موجوده هيك بالعلن، اول ما تسمع راح تعرفها، او يمكن الولد الصغير لما يتفرج على هذا الكرتون يفهمه بطريقه جدا غريبه او بطريقه غلط ويصير بده يطبقها. وبالفعل هذا الفيديو اللي راح افرجيكم اياه خليني احكي لكم القصه تبعيته بعدين بحط لكم اياه وتسمعوه انتم. القصه بتتكلم عن مره ابنها الصغير صار له شهرين كل يوم بيجي لعندها بيكون عم بيبكي وبيحضنه، فالموضوع هيك جدا غريب ومستغرب الأم من هذا الموضوع. والولد كان دائما تقريبا من الساعة 9 للساعة 10 يروح لعند أمه ويحضنه ويبكي وإلا أنا بحبك وينام. فالأم حست الموضوع جدا غريب ففكرت أنه ابنه يمكن عم بيمشي وهو نايم، في ناس عندن هيك مرض غريب أو شيء غريب أنه بيقدروا يمشوا هن النايمين، ففكرت يمكن هذا الشيء موجود عند ابنه. فلما صارت تبحث أكثر بالموضوع انصدمت من النتيجة. الشيء اللي اكتشفته الأم أنه ابنه ما عنده هذا المرض اللي هو بتمشي وانت نايم، اكتشفت شيء أسوأ من هيك. كانت الصبح قاعدة مع ابنها وعم بيفطروا الفطور الصباحي الجميل، ابنها طلع عليها وحكى لها انه امي فيكي بطريقة جميلة بطريقة سعيدة. فقالت له شو هالطلب الغريب؟ قال لها بدي اياكي انك هيك بدون ما تتوجعي وتكوني مبسوطة، كيف ممكن نعمل هذا الشيء؟ Parents, y'all gotta keep your kids off YouTube. For the last two months, my son has been coming into my room anywhere from 9 to 11 o'clock at night, and he's crying, and he gives me a hug, and when I ask him what's wrong, he says, I just love you. And then he goes back to bed. It was happening like once or twice a week. It's always so weird. So I started thinking that he was sleepwalking because it's just out of Troy's character. But it's been happening like once or twice a week for like the last two months. This morning, we're eating breakfast, and he looks over at me, and he says, Mommy, can you... You know, happy. And I'm like, you what? What? And he said, can you happy so I don't have to you? What? I said, you want me to? And he said, no, I don't. But the show said that you have to happy. And I'm like, what show? فالأم هون التقحى إنه ابني بده يعني شو فيه ملبوس الولد ولا شو قصته. فحكت له انه انت منين جايب هالكلام، شو الكلام الغريب اللي عم تحكيه. فالولد صار يحكي له انه الكرتون اللي عم بتفرج عليه عم بيحكي لنا نعمل هذا الشيء، انه اذا بدنا تكون حياتنا سعيده اكثر ومن هالكلام فلازم انه يعني اعمل هيك بامي بس بطريقه جميله وسعيده. He said the dragon show. The drag what? Now he watches stuff like this. This is Netflix. I'm like, what dragon show? On what? Because I'm trying to pull it up. He said on you. فالكرتون هذا صراحة حاولت إني ألاقيه، بحثت بالكومنتات على اليوتيوب، كتبت الكلمة الجوهرية عن هذا الموضوع وما كنت ألاقيه أبدا. فيعني شوفوا الكرتون شو مخلي يعمل بعقل الولد الصغير هذا، بده عم بيحاول يخلي هذا الكرتون إنه يروح ويعمل هيك بأمه بس بطريقة جميلة. وبنفس الوقت كان في كرتون كمان كان عم بيتفرج عليه وعم بيحكي له هذا الكرتون إنه بس تكون في سيارة ماشية بسرعة روحوا ونطوا قدامه وخلي السيارة تخبطكم. He was allowed to watch YouTube Kids. There was a cartoon of a little boy that looks like Caillou that was telling my son to go run and jump in front of cars and get all of his friends to run and jump in front of the cars driving down the street. And so once I realized that that cartoon was legit telling him to go get his friends and they all wait until a car is coming and then they run in front of the car. فالموضوع عم بيعلمن شيء جدا سيء، عم بيعلمن انه كيف يعملوا شغلات إجرامية. فما بعرف صراحة شو هذا الكرتون اللي ممكن يخليني يوصلوا لهاي المواصيل. الشيء الوحيد اللي ممكن يخليني هيك أفكر بكرتون جدا عنيف وفيه هيك شغلات جدا دموية كرتون مرة تكلمت عنه اسمه هابي تري فريندز، على ما أعتقد هابي تري فريندز. هذا كرتون مليان شغلات دموية، دم اللي يحبه قلبك، أي شيء بتحس بالبداية وانت عم تتفرج انه عم تتفرج على كرتون موجه للأطفال كتير يعني، بس بعدين بتحس حالك عم تتفرج على
الجزء العاشر من فيلم سو من كثر ما فيه دم وشغلات عنيفة هيك وإبداع بالدم والعنف اللي موجود بهذا الكرتون. فكمية العنف اللي راح تشوفوها مو طبيعية. فأنا أول ما خطر على بالي يمكن هذا الكرتون، بس كل شيء يعني مكتوب بالكومنتات دوفي ذا دراغون أو دراغون شو. فلما كتبت هذا الكرتون كمان شفته على اليوتيوب، هو عبارة عن واحد عنده دمى بيتحرك فيه نيك بإيده وبيحكي فيه وبيعملوا شغلات جدا كمان خطيرة. فممكن هذا الكرتون وممكن هذا الكرتون، فراح أحط لكم هلأ هذا الفيديو نشوفه مع بعض وتفهموا القصة أكتر من نفس الأم وشو صار معاها. So you guys want to see the perfect shoes for my Catwoman outfit? Tell me that doesn't scream Catwoman with the gold accent right there in the front is giving Catwoman. بعد ما شفنا هذا الفيديو شفت التفاصيل والأم عن شو عم تحكي بالضبط. في فيديو كمان نزلته رح أحط لكم إياه هلأ كمان. هذا الفيديو بتكون الأم عم تحكي عن حذاء، بعدين بالكومنتات لما تدخلوا في واحد كاتب لها أو معظم الناس كاتبين لها أنه أنت الفيديو اللي بعده صرتي تعملي تقييم أحذية. طب وهذا الموضوع الخطير جدا اللي حكيتنا عنه، شو اسم البرنامج اللي شفتيه على اليوتيوب اللي هو يعني كرتون جدا خطير ولازم نحذفه من اليوتيوب أو نعرف شو هو نشتكي عليه نعمل ريبورت؟ فقالت له طيب ماشي. فصورت فيديو تاني وراح حكت مع ابنه انه شو الكرتون اللي كنت عم تحضره. فالولد هيك مصقوع ما عم بيعرف، ولد صغير بعده يعني ما فهمنا عليه. فعم بيحكي انه هيك هابي انه ما فهمت شو هو صراحة، بس كان عم بيأشر بإيده وعم بيحاول يشرح لأمه ما فهمنا شو هو. كان دخلت على الهيستوري بس ما لقت شي بالهيستوري لأن هي مسحت اليوتيوب لما عرفت انه ابنه عم بتفرج على هذا الكرتون على اليوتيوب. The reason I didn't make a video showing you guys what it was because I just freaked out and just deleted YouTube off his TV. And I'm literally in his room right now. I don't know how to get it back. You guys, I don't know how to get it back. I'm literally, I have no idea. Okay, hold on. Okay, all right now, y'all. There is a whole, I already deleted all of these. All of these. How is this still here? Okay, I'm gonna look at his history. Okay, so because I deleted it, son, you gotta help me figure out what show you were watching that was telling you that, okay? Okay. It's on Disney Plus? Yes. That tells you to kill me? No. Dude, which one is telling you to kill me that you said is on YouTube? Happy. It's called Happy? It's Die Happy. That's what it's called? That's all he keeps saying, y'all. I don't know what it is. I'm showing you. Okay, show me. Die happy like that. Like that, die happy. That's what it does. It like spin. And what is doing that? What is it? This is my dilemma. He doesn't even know how he's getting to it. My oldest daughter over here talking about he just needs some therapy. فهي لما مسحته مسح كل شيء على اليوتيوب ومو موجود. فأنا اعتقادي الشخصي يعني شوي هيك مو متأكد يعني يمكن الأم اخترقت هاي القصة من مخها هيك أو الولد مضيع لأنه ما لقيت هذا الكرتون وما أعتقد في كرتون لهالدرجة سيء وبيحكي الولد الصغار روحوا اعملوا هيك بأهليكم أو نطوا قدام السيارات. فالموضوع جدا غريب. بعد ما شفتوا هذا الفيديو والفيديو الثاني وحكيت لكم القصة، شو تتوقعوا برأيكم؟ هل الأم من الصابة عم تضحك علينا بالقصة أو بالفعل شاف الولد هيك شيء وموجود كرتون على يوتيوب بس ما عم بيعرف يعبرنا شو هو هذا الكرتون؟ ولا ما بعرف صراحة. أنا حترك لكم أنتو الموضوع عندكم، اكتبوا لي تحت بالكومنتات. وإذا شفتوا شغلات غريبة على تيك توك إنستغرام وبالأخص يعني هيك فيديوهات مثل هيك اعملوا لي عليها منشن. وإذا عندكم كمان أفكار وبدكم تشاركوني بأي شيء تعالوا عندي على إنستغرام واكتبوا لي كلمة سحرية أسامة أجيتك من اليوتيوب وهي الفكرة تبعيتي أو هذا الفيديو شوف عن شو عم بيتكلم شيء بخص الكرتون أي شيء قريب للمجال تبعنا. وإن شاء الله إذا كانت الفكرة حلوة راح أعمل عنا فيديو على اليوتيوب بالفيديو القادم. أشوفكم بالفيديوهات الجاي. إلى اللقاء.